اهلا بكم من جديد، ونحن لسه مواصلين في يعني التعصب في الرياضه وتحديدا في الاعلام. ممكن يكون مركزين اكثر على الصحافه الورقيه. احنا ضيفنا اليوم هو معروف جدا بانتمائه المريخي الصارخ، ومعروف ايضا بهجومه الشديد لنادي الهلال، ويعني عشقه الشديد للمريخ يمكن يكون يعني حتى يعني بيتدخل في تسجيلات اللاعبين. ضيفنا الجميل الصحفي ورئيس تحرير صحيفه الاحمر الوهاج الاستاذ معاويه جاك. مساء الخير عليك. مساء الخير عليكم وعلى كل المشاهدين. كيف الاحوال؟ الله الحمد لله. تمام. بداية كده خلينا نبدا الحوار بانه يعني كان معنا يعني استاذ معتصم كان بيتكلم عن انه يعني احنا بنتكلم عن الـ 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 يعني شخصرة الامور في الصحافه كده مثلا، او الانتماء بيغلب على المهنيه. هو يتكلم عن انه تحديدا في الصحافه كده ظهروا بشكل واضح جدا في انه دي صحيفه تنتمي الى المريخ ونادي المريخ، يعني كده كان هو البدا الشكل بتاع الانتماء في الصحافه. طيب اول حاجه انا اقول انا نائب رئيس التحرير في صحيفه الاحمر الوهاج، بس حتدخل التسجيلات دي شويه كده. الله عصرنا عليك. والله يمكن تكون هي مشوره مش تدخل بصوره مباشره او مقترحات اكثر من كده. بشكل من الاشكال كده انه يعني كده الانتماء الشديد يعني لنادي المريخ. والله انا بحب كل المقصود بالكلمات يعني. انا بحب المريخ الشديد، حتى هجومنا على اخوان الهلالي يمكن يكون بالمكيدات والدعابه. لكن نحن داخلنا مليان بحب المريخ والله اكثر. يمكن تكتب لك شهر كامل ما بتطر الهلال خالص، تكتب على المريخ فقط. تعالج تساهم في تعالج القضايا، تنتقي، تطرح الحلول، الحاجه دي كده. بالنسبه للصحافه المريخ، طبعا صحيفه المريخ اول صحيفه في الوطن العربي لنادي. يعني المريخ اول نادي يمتلك صحيفه يمكن مخصصه لاخبار نادي فقط يعني. نعم. في بدايه الستينات يمكن زي 63 64 ما في نادي كان يمتلك صحيفه، يمكن ده برضه يحسب للسودان شخص المريخ. الصحيفه خاصه بالمريخ فقط، تهتم باخبار المريخ بصوره مطلقه. لكن الحته بتاعت انه مثلا الصحيفه دي تسخر لنشر العصبيه وغيرها من الحاجات، طبعا ده كلام ما حقيقي، الارشيف موجود. حتى يمكن في سابق التعصب ما كان بالصوره الموجوده حاليا. التعصب ده يمكن اقول لك بدا في السنوات الاخيره بعد انتشار الصحف بصوره مكثفه. السنوات الاخيره دي يعني بدايه الالفينات مثلا، ممكن تقول كده. ايوه ممكن تقول كده. بدايه الالفينات الصحف انتشرت بصوره كبيره جدا، ظهرت صحف متخصصه اكبر في صحيفه الهلال، فقدت التوازن يعني في اول حياديه مثلا في 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 الاعمده الرياضيه تحديدا كده. يعني انا دارس السؤال يعني الصحافه الرياضيه فيها ميثاق شرف، والكتابه في الرياضه ما عندها سقف؟ والله الاعلام عموما في ميثاق شرف، يمكن نقول دائما بيتطرق لهم مجلس الصحافه والمطبوعات، بيجمع الصحفيين لما يكون في اشكال بيتكلم معهم. الناس بيتواثقوا على هذا الميثاق، لكن للاسف بيكون تواثق بالالتزام من بعض الصحفيين. والحاجه دي يمكن اقول لك انا ارجع للاخوه مجلس الصحافه والمطبوعات نفسهم. حتى التفلتات الموجوده تفعيل القانون غايب، حتى القانون نفسه ما القانون الرادع يمكن يكون للصحف للصحفيين. يمكن انا اتناول لك جزئيه العقوبه الخاصه مثلا اذا في صحفي انفلت او هاتر في صحيفه، مجلس الصحافه والمطبوعات بيوقف الصحيفه. بعد ما يمشي المحكمه بيكون في مرحله القاضي لسحب الترخيص الخاص بالصحيفه. نحن دائما بنقول وبنقترح لاخواننا في مجلس الصحافه والمطبوعات انك توقف الصحفي، ما توقف المؤسسه كلها. انت كده بتكون عاقبت الصحفي، لكن المسؤوليه برضه تقع على الصحيفه. يعني الصحيفه يعني بالتاكيد ما في ما اكيد اكيد هي تطبع يعني. ما في كلام. حتى في المحكمه رئيس التحرير بيكون متهم اول لانه مزول من نشر المواد ومراجعاتها. الكتب القضيه مطار المحكمه مشهد بيسوي مشهد المحكمه بيكون متهم ثاني. لكن انا كلامي في غف المؤسسه، انت لما توقف مؤسسه بقلم واحد انت بيكون الحق تضرر بمجموعه من الصحفيين بصوره كبيره جدا. يمكن المؤسسه يكون فيها زي يمكن ما لا يقل عن 30 عامل من صحفيين لعمال، دول كلهم بياكلوا منها عيش، حتى على مستوى المطبعه، على مستوى التوزيع في الولايات في المكتبات، دي كلها يمكن ناس بياكلوا عيش من الصحيفه اللي انت بتوقفها دي. نحن نؤمن بالنادي بانه العقوبه تختصر على الصحفي المنفلت فقط. طيب يعني اسال سؤال كده برضه استاذ يعني معاويه، المنشطات الصحفيه الرياضيه هي في الفتره الاخيره كده بقت عباره عن مهاترات كده وغساءات للخصم، يعني كده لازم يكون
بالذات لما تكون في كولة هلال مريخ كده تاني يوم بتشوف كل النشاطات الصحفية الرياضية عبارة عن مهاترات. أتفق معك تماما وده يمكن واقع ما نقدر ننكره لأنه الأرشيف موجود يعني يكذب نحن لو ما انكرناه. برضو أنا برجع لعدم غياب الرقابة بالصورة المطلوبة. أنا برضو برجع لكم مجلس الصحافة والمطبوعات اللي تكلمت عنه قبل شوية. كويس غياب الرقابة الرادعة بتخلي الصحفي يتمادى في الخروج عن النص بصورة كبيرة جدا. إذا أنت عاقبته ما حيطلع من النص، بعدك حتقدر تعمل كنترول على الصحافة بيكون في انضباط بصورة عالية جدا. لكن ما في القانون الرادع أكيد الصحفي حنشاهد الانفلات على مستوى الخطوط للصحيفة على مستوى الكتابات في المقالات. أنا يعني بفتكر إنه لما تكتب مانشيت منفلت بيكون أخطر من أن أكتب عمود منفلت أكثر حدة. لو كتبت مثلا مقال 10 مقالات ورا بعض منفلتة ما بتكون قوتها زي أو تأثيرها زي المانشيت الرئيسي أو في الصفحة الأولى. لا مهنيا مهنيا المانشيت مفروض يكون خارج عن النص. حتى المانشيت بيقول لك ما تكتب مانشيت رأي. أنا لما نكتب مانشيت أتكلم عن حاجة بصورة سيئة أو صورة أو صيغة بوصف قبيح ده هنا نتجاوز مربع المهنية يعني كبيرة جدا. مانشيت المهاترات دي نحن قاعدين نشوفها يعني في الجرائد الرياضية بصورة. يعني يكون في أصلا ما مهنية يكون يعني ما مهنية لأنه يعني مهنيا أول مانشيت يعني في الصحيفة مهنيا المانشيت المفروض يكون خبر ما يكون رأي. لما بيجي رأي ما بيجي مانشيت ولا بيجي مهني. والتسميات ذات اللي نحن متقاعدين عليها بصورة كبيرة جدا للأسف الكبير حتى بيجت ثابتة يعني الشغل ده كله محصول بين المريخ والهلال يعني مسميات بقت يمكن بشبه ثابته في صحف الهلال عن المريخ في صحف المريخ عن الهلال. نعم للاسف الكبير الحاجه دي ما عندها احد. انا برضو برجع لك مجلس الصحافه والمطبوعات يمكن يوقف الحاجه دي عنده القانون يمكن يوقف بها الحاجه يسمي المريخ المريخ الهلال الهلال فقط. طيب التمادي من الصحفيين الرياضيين ده يعني هو يعني ممكن يكون السبب الاساسي له البحث عن الاثاره مثلا او يعني بيع التوزيع. عدد أكبر أو التوزيع أيوة. يعني مثلا ولا هو انتماء شديد يعني للنادي الذي يكتب له الصحف والله يمكن يكون في إطار الانتماء أكبر من التوزيع لكن الإثارة يمكن بتكون لشان التوزيع برضه هي موجودة الجانب ده التوزيع سبب رئيسي في المنشيت يعني ما سبب أنا أكتب المنشيت ما سبب رئيسي السبب الرئيسي هو التشفي التشفي من الصحف اللي بيطلع المنشيت ده هو السبب الرئيسي في الحاجة دي الإثارة يمكن تكون برضو الحاجة دي موجودة لباب لأنه الحرص على إنه تكون أكثر انتشار لكن ما سبب الرئيسي في المقدمة للأسف الكبير. في النهاية أنا برجع بقول لك الحاجة دي حل يمكن يكون بسيط جدا لو الناس كلها تواثقت على إنه خط الكرة واضحة المريخ اسم المريخ الهلال اسم الهلال زي ما ذكرت انت حتخط الكره واطا اول نبدا بكده. طيب انت كرئيس تحرير كده هل يعني عندك خطوط حمراء كده للكتاب ولا المحررين عندك في الجريده؟ والله اقول لك ما في محررين كثيرين بيكتبوا راي معنا في الجريده اللي بيكتبوا في صحيفه ممكن واحد من زي ما نقول من المنتج المستهلك يعني تودي عمود المنتج ما فيه تجاوز ناس موزونين ناس كتاباتهم هادئة ورزينة ما في أي إشكال لكن ما بين في مرات بيكون في حدة بعض الشيء للصحفي من خلال مقاله لما يكون في صراع عنيف جدا إذا الصراعات لما تكون بين المريخ والهلال حول حدث معين بعد ذاك زول يمكن ينفلت يكتب كلام خطير جدا بعد ذاك الحدة بتكون أخطر والانفلات بيكون أخطر لما يكون صراع في الكتابة بين شخصين مش بين كيانين المريخ والهلال يعني ما في خطوط حمراء واضحه كده في الاحمر والهايج يعني ما احتجت لانك انت تطلع خطوط حمراء لا لا والله ما فيش كان ما بحوجونا لكن انا بقول لك دائما الخطوره بتكون لما يكون في صراع بين شخصين في الاخذ والرد في الكتابه يعني يكون في سجال بين دي هي اللي بتخلي لازم يكون في تدخل مثلا بيكون في تناول امور شخصيه بيكون في خروج عن النص بصوره مطلقه. طيب يعني في الكلام برضه يعني ما مقاطعه لكلامك لكن في الكلام برضه عن الاختلافات دي كده انتم كصحفيين رياضيين كده يعني بيناتكم في اختلافات كده لدرجه انه ما قادرين تعملوا جسم نقابي يجمعكم كلكم كصحفيين رياضيين؟ والله يقول لك كلام شفت بين الحاصل ده كله كلامي ده وسي قعدتنا هنا وقبل شويه قعد اخونا معتصم محمود المجتمع الرياضي يمكن يكون أكثر المجتمعات على المستوى الإعلامي صحة ومعافاة وعلى مستوى التماسك ما في مجتمع ودي منها بنفاخر بها يعني أستاذ معتصم أول ما جي قاعد كده قال لي أنا كنت قاعد الموضوع ده مناظرة كده ما شفته مع جي قاعد كده أنا قاعد إنه حيكون في مناظرة كده يعني طوالي كده شاف الاختلاف طوالي لو جزول مثلا شاف معتصم إحنا في الاستقبال بنتونس وبنضحك بيستغرب إنه ديل الناس اللي بيكتبوا في الجرايد يعني في ناس بيفتكروا انه حتى في قطيعه بيننا بين اخواننا في اعلام الهلال ما في سلام بيناتنا ما بنتلاقى لو تلاقينا ما زول بيعاين في التاري الكلام ده كله ما حاصل
في النهايه الناس اذا بكتب بشيل البيراوي، لكن الحقيقه ما اثرت على العلاقات الناس بصوره خالص. وانا يمكن ارجع واقول لك الفتره الاخيره دي يمكن التعصب ده زاد نقص بصوره كبيره جدا على مستوى الصحف، والناس بقت تركز مع انديتها بصوره مطلقه، لانه الهلال بنشغله بهلاله ونحن انشغلنا بمريخنا، يعني هي مشجعين المشاكل اللي فيهم يمكن يكون ذات مشاكلهم يعني الكثيرة، يمكن يكون السبب ذاته كده في انه الانديه ذاتها بقى عندها مشاكل كثيره كده اشغلت المجالس بصوره ما عاديه. يمكن تلقى لك قلم مريخي شهر كامل ما جاب كلمه حق هلالي. طيب يعني لانه زي ما نقول فينا مكفينا نحن، نحن الوضع نعالج مشاكلنا اول حاجه كده بعد ذلك نشوف الهلال. يعني كاردينال مشى جا الصعوبات، ناس تحيلوا الجو، الكاردينال عمل الحاجات السلبيه اللي عمل، الناس بقت مركزه على كياناتها بصوره كبيره جدا، مركزه مع كيانات بصوره كبيره. حتى المنتخب برضه الوطن الناس مفعله معاه، ورغم بعض الحاجات ممكن نقول النشاز البسيطه، ودي الخطوره طبعا هنا افتكر على مستوى المنتخب الوطني، كونه الناس على مستوى التعصب تنحرف عن المسار المطلوب تجاه المنتخب الوطني انك تسانده وتشجعه حتى على مستوى الجمهور. صحيح الخطوره هنا. صحيح. صحيح. لكن المريخ والهلال ديل شفت نحن بنتشاكس مع الاخوان ديل ونرجع زي ما كان الود موجود، لكن يعني الخطوره على المستوى الوطني. طيب يعني انا بدي اسالك سؤال كرئيس تحرير كده، يعني استاذ معاويه، انتم احيانا يعني رؤساء التحرير بغضوا الطرف يعني الاعمده المسيئه للاشخاص او المسيئه للكيانات يعني مثلا او الانديه بيصور؟ طبعا اقول لك حاجه، دائما لو في زول عموده مره بيكون ده زول عنده باور في الجريده، عنده بيقول عنده سيء، يعني ما زول بيقدر يشيل عمود، يعني باور اكثر من رئيس التحرير ذاته. باور ده بيلقى من وين؟ مالك الجريده. من مالك الجريده. ودي مشكله كبيره، الصحافه السودانيه كلها مملوكه لافراد اداريين. الاداري ده عنده خط معين داير الجريده تمشي عليه، برضه دي يمكن يكون عندها برضه دور في انه التعصب ده يمشي. بيكون في رئيس تحرير موزون، زول هادي جدا، لكن ما يقدر يعمل كنترول على المجموعه الموجوده، حتى يعني الصحفي ده يمكن يكون عنده خط فاتح مع الاداري، الاداري ده يكتب بالطريقه دي. نعم. لكن رئيس التحرير ما يقدر يتدخل. طيب يعني دي يعني ستة، اذا انت بتتكلم عن 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 نقاط يعني حالات معينه كده او في بعض الاحيان كده، لكن اذا نحن شفنا القضايا الموجوده في المحاكم، يعني القضايا المرفوعه في الصحفيين الرياضيين اكثر من القضايا المرفوعه في في, في يعني في باقي الصحافة بصورة عامة كده، يعني شوية كده الحد عندكم موجودة والمهاترات يعني بصورة عامة كده في الصحافة الرياضية أكتر. أنا ورجع شفت في نحن جوطتنا دي كلها وشفنا المحاكم، نحن يعني ما في مقارنة بيننا بين الصحافة السياسية أصلا. نفس الكلام أستاذ معتصم برضه، الكلام عن الصحافة السياسية هي فعلا ده الحاصل. يعني الكلام ده قالوا أنا ما موجود كويس. اللي بتعمل فيه الصحافة السياسية ده يعني يمكن يمزق وطن للأسف الكبير. بتعمل في عمايل الناس ما منتبهة، لكن نحن الصحافة الرياضية الناس مركزة معها بصورة كبيرة جدا، يمكن تقول يشبه بالحيطة القصيرة حتى للصحفيين السياسيين، حتى تعاملهم مع الصحافة الرياضية باعتبارها مثلا هي يعني ما, بت... ما 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 في مرتبة واحدة مع الصحافة السياسية، رغم التأثير يعني الكبير جدا تأثير الصحافة الرياضية على الشارع، والشارع السوداني أصبح شارع رياضي. حتى في البيت يعني زمان يمكن تكون في البيت الصحافه الرياضيه يعني تقود الجمهور يعني بصوره كبيره جدا بصوره يعني دي يعني خلينا نقول انه في اتهام انه يعني المهنيه والشرف المهنيه في الصحافه الرياضيه غير موجوده. لا لا ما ما, ما على الاطلاق. يمكن اقول لك في تشوهات انا اقول لك، لكن على الاطلاق الصحافه الرياضيه لسه بخير. والدليل ان احنا رياضتنا دي لسه بخير، نحن لو شفنا الصحافه الرياضيه برا بتقود المجتمعات دي لتعصب، بيحصل موت في الاستعداد. نحن لسه استعدادنا بخير. ما في الموت والحاجات اللي بيحصل دي في العالم الخارجي ما في. لكن انا برجع اقول لك الصحافه الرياضيه السودانيه والله العظيم لسه بتقدم في شغل كبير جدا عكس الصحافه السياسيه. الصحافه السياسيه تلقى رؤساء التحرير وكتاب راي وناس كثيرين جدا تلقاهم يسافروا على نفقات الدوله، بيراقبوا وزير، بيراقبوا رئيس جمهوريه. الصحافه الرياضيه بتبعث مصور ومحرر على نفقات الخاصه، يرافق المريخ، يرافق الهلال، منتخب وطني، غيره من يعني المفردات واللي بنشوفه في المنشطات والهنايه دي هي يعني نقدر نقول في في مفروض تكون ما في، ولا انت شايف انه ما مشكله يعني؟ لا لا مفروض تكون ما في، مفروض تكون ما في. انا ذكرت لك الحاجه اللي جابيه قبل شويه دي بتاعت الصحافه الرياضيه انها بتهتم بالسفير وبتصرف من جيبها ليه؟ لانه الناس ما دعيت للصحافه الرياضيه بزاويه سوداء واحده. في اشراقات وفي ايجابيات، لكن للاسف الكبير دائما الناس يقول لك الصحافه الرياضيه اعوذ بالله. دي مشكله كبيره جدا، يعني التصنيف بقى على الاطلاق انه الصحافه الرياضيه دي صحافه مهاترات، صحافه مشاكل، بتقود لحاجات كده لا يحمد اخبار. لكن الصحافه الرياضيه بتنشر التدقيق بالقوانين، بتعكس الاخبار، بتحشد الجمهور. انا كصحافه رياضيه يمكن احشد لي 50,000 مشجع
في مباراة. نحن بنتحدى الصحافة السياسية تشحيل تقدر تستقطب 500 مواطن لنزول. يعني ده اساس الرياضه، يعني هي الاثاره يعني بيكون في الصخب في الرياضه كده اعلى بكثير جدا من الصحافه. في الاخير الرياضه هي متعه، يعني دائما هذا الكلام اللي قلته الجمهور هو الصخب والاثاره وبقت في الجو، لانه الناس كده مركزه معها شديد. الناس اللي ركزت مع الصحافه السياسيه 20 حلقه ما حتقضي، يقعد معك هنا. طيب نحن من النقطه دي كده، صحفي ورئيس التحرير صحيفه الاحمر الوهاكي استاذنا معاويه، شرفتنا كثير اليوم، شكرا لك كثير على وجودك، ربنا يديك العافيه وربنا ان شاء الله يصلح الحال ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله. شكرا لك كثير، تسلم. وبكذا نحن وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، برنامج 24 قرار تحدي، ما نتلاقى مره ثانيه، فتناكم بعافيه وفي امان الله.